صباح الخير متابعي طقس العرب في الأردن. اليوم الاثنين بإذن الله تستقر الأجواء في عموم مناطق المملكة مع وجود لبعض الغيوم متفرقة في سمائها، وأيضا درجات الحرارة بتضلها أقل من معدلاتها السنوية والأجواء باردة نسبيا. أما اليوم الاثنين إن شاء الله كيف رح تكون درجات الحرارة نهارا في العاصمة عمان، بتسجل 14 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئية والملموسة 13 ونسبة الرطوبة عالية 92% وسرعة الرياح 12 كيلومتر في الساعة تكون غربية معتدلة السرعة. نستعرض إياكم درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهارا بتسجل 16 ليلا 5، كذلك الحال المفرق وجرش 16 نهارا بين 6 و 5 درجات ليلا، وعجلون 13 نهارا و 4 درجات ليلا مع أجواء غائمة جزئية بإذن الله. نستعرض الآن درجات الحرارة في المناطق الوسط والعاصمة عمان 14 نهارا 6 ليلا، كل ما البلقاء الزرقاء ومادة بدرجة حرارة متقاربة بين 17 و 15 نهارا وبتنزل بالليل لخمس درجات مئوية، والبحر الميت 22 نهارا مع أجواء غائمة جزئية و 12 درجة بتنزل بالليل إن شاء الله. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية وكل ما الكرك الطفيلة وجبال الشراه درجة حرارة متقاربة بين 12 و 11 نهارا، أما ليلا بتنزل بين 7 إلى 3 درجات مئوية، والعقبة 21 مع أجواء مشمسة نهارا و 12 درجة بتسجلها ليلا. ننتقل أخيرا إلى مناطق الشرقية وكل ما رويشد الصفاوة والأزرق درجات حرارة متقاربة بين 18 نهارا و 17، أما ليلا بتنزل ل 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. لهون متابعينا بدي أذكركم ما تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب وما تنسوا تفعلوا زر الجرس. إلى هنا بدي أتمنى لكم نهار جميل، ولاقونا في باقي تفاصيل نشراتنا بإذن الله. إلى اللقاء.